مرحبا مواليد برج القوس، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون شهر نيسان ابريل سنة 22؟ شو في عنا بهذا الشهر؟ هذا الشهر هو شهر كتير حلو، شهر احلى من شهر اذار نسبيا، عم بحكي فلكيا. بيبقى على كل شخص هو يعرف يتعامل مع هالامور وينسق الامور على ذوقه. شهر نيسان ابريل قسمه الى جزئين، الجزء الاول من تاريخ 1 ل 19، الجزء الاول يحمل مفاجآت سارة حلوة كتير بسبب وجود الشمس في برج الحمل، بسبب قمر جديد في برج الحمل بتاريخ 1، بسبب اكتمال القمر في برج الميزان الصديق لكم بتاريخ 16. ايضا يحمل أخبار حلوة بسبب وجود المشتري في البيت الرابع، أيضا الزهرة في البيت الرابع، يعني تأثيرات ممتازة بترافقكم في هذا الجزء. كل هالتأثيرات المهمة بتساهم أنه تكون حياتكم العائلية والشخصية جيدة مرتاحة مع أخبار سارة، مع أخبار سارة. هيدا هون بيدخل أو له علاقة المشتري والزهرة. الشمس والقمر، والقمر الجديد والقمر الفولمون المكتمل عم بيلعبوا دورهم لحتى يكون في عندكم انتو مواليد برج القوس فترة هنيئة، فترة حلوة، فترة ما رح اقول صدوقة لكنها بتساعدكم، بتتعاطف معكم، بتزعبر معكم، خلونا نقول، وبتوقف الى جانبكم. رح بتكونوا مميزين على عدة اصعدة، كان بشغلكم، كان بعملكم، ولادكم الكبار الصغار، خاصة في الايام الاكثر حظا، لانها رح بتكون فترة جميلة جدا، مريحة جدا، مطمئنة جدا، وما رح تزعلوا من شيء على الارجح. اختاروا الايام الاكثر حظا خلال هالفترة، لانه خلالها رح تاخذوا مفاجآت، اجمل مفاجآت. الايام الاقل حظا خلال هذا الجزء يعني شوي بتخفي المفاجآت. المهم بالنسبة للجزء الثاني، الجزء الثاني يبدأ بتاريخ 20 وبيخلص بتاريخ 30، 10 أيام تقريبا بينتهي هذا الجزء بكسوف للشمس. الشمس وين موجودة؟ ببرج الثور هالعشر أيام. برج الثور هو بالنسبة لكم بيت العمل، الشغل، الحياة اليومية الروتينية المزعجة بالنسبة لكم، غير المزعجة اللي كنا بتكركب لكم أحيانا وقتكم، كمان هي بيت العمل، هي بيت الصحة، عشان هيك دايما بيقولوا العمل الشغل والصحة مربوطين ببعضهم. المهم هذا الجزء منه سلبي، لكن بيطلب منكم تكونوا واعيين لأعمالكم، لشغلكم، لروتينكم، لروتينكم اليومي، مش بس الأسبوع، اليومي. حان الوقت لحتى تصححوه، لحتى تزبطوه، لحتى تبعدوا عن التعب والإرهاق. كأنكم عم تستنفذوا، وكأنه عملكم أو في شيء ما عم بيسحب منكم هالطاقة، وتوصلوا مرهقين للأيام الأقل حظا. هون بدنا ننتبه للأيام الأقل حظا، لأنه الأيام الأقل حظا معقولة تسحب منكم كتير كتير من الشغل، كتير من الطاقات، بتحسوا حالكم تعبانين، بتحسوا حالكم زهقانين، ما لكم شغلة تتحركوا، وكل الشغل مكدس قدامكم، بتحسوا حالكم أنه مقصرين. يمكن بدكم تبلشوا تفكروا انه يمكن انتم بحاجه تناموا اكثر، ترتاحوا اكثر، تعدلوا بروتينكم فقط لحتى يتلائم مع طاقاتكم فقط لا غير. طبعا كسوف الشمس في برج الثور بيقولكم انتبهوا، بيضوي، بيسلط الضوء اكثر على الامور الصحيه والروتينيه. خلونا نشوف الايام الاكثر حظا، تاريخ 1/2، تاريخ 10/11/12 لا بأس به، تاريخ 19/20 كتير حلو القمر ببرجكم، وأيضا تاريخ 28/29. بالنسبة للأيام الأقل حظا، تاريخ 5/6/7، تاريخ 12/13 المساء، 13/14، تاريخ 17/18 كونوا حذرين، طاقة فارغة. بيرجع في عندكم تاريخ متقلب هو 25/26/27. خلونا نشوف المواليد. مواليد برج القوس الأكثر حظا 13 ل 20 ديسمبر، بسبب تأثيرات كوكب المشتري. أتمنى لكم شهر حلو، نلتقي مع الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي.